السحر أنواعه وحكمه. كنت أعتقد أنني بمجرد انضمامي لفريق الكشافة سأصطاد الغزلان والنسور، ولكني أقطع الحشائش الآن. يا صديقي، الكشافة هي عمل جماعي بناء لخدمة الفرد والبيئة. ما هذا؟ يبدو أنها رسالة مهمة. انظر كيف لصق صاحب هذه الرسالة رسالته، ولكن لما لصق بها قصيلات شعر وبقايا عظام؟ لا تلمس شيئا يا عمر، سأنادي المعلم. لقد وجدنا شيئا غريبا. اهدأ، هيا بنا لتريني ماذا وجدت. يبدو أنها رسالة مدفونة منذ زمن قديم. هذه ليست رسالة، هذا سحر. سحر؟ السحر هو عمل شيطاني يؤثر في القلوب والأبدان. ولكن أبي أخبرني غير ذلك، فقد كنت أشاهد مرة برنامجا لرجل يطير في الهواء، وعندما رآني أمرني ألا أشاهده مرة أخرى، وأخبرني أن هذا سحر. بالفعل، إنما رأيته أيضا سحر، فالسحر له أنواع عديدة وليس نوعا واحدا. مثل ماذا؟ مثل ما نراه الآن، وهذا النوع نطلق عليه سحر التأثير، وهو سحر شيطاني يتم عن طريق كلام يتكلم به الساحر مع تدخينات ونفث، فتعينه الشياطين على تنفيذ مطلوبه فيؤثر في القلوب والأبدان فيمرض أو يقتل الإنسان. ومن صوره سحر النفث في العقد وسحر التولة، وهو سحر العطف والصرف الذي يفرق بين الرجل وزوجته أو يصرف رجلا لمحبة امرأة ما. حتما هؤلاء في ضلال مبين. إن من يفعل مثل هذه الأعمال هو في كفر وشرك عظيم، وذلك لقول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إن الساحر غبي، فالشيطان يطلب منه أن يشرك بالله فيكفر فيحل عليه غضب الله لأنه ارتكب إحدى الموبقات السبع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وعقاب الساحر في الدنيا أن يقتل بالسيف، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة وهم عمر وحفصة وجندب أن عقوبة الساحر هي القتل. فعن جندب الخير الأزدي رضي الله عنه أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات. وعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت. أما عن عقابه في الآخرة فله عذاب النار مخلدا فيها إن مات دون توبة. وما الأنواع الأخرى من السحر؟ النوع الآخر هو سحر التخيل الذي يؤثر على أبصار الناس بطريقة خفية وبالاستعانة بالشياطين فيريهم أشياء غير حقيقية، فقد تراه يطير أو يحترق، وقد تراه يحول أشياء لأشياء أخرى، وكذلك مثل سحرة فرعون حيث أروا الناس أن الحبال والعصي صارت ثعابين، فقال الله تعالى: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ولكن كل هذا في الحقيقة لا يحدث، إنما هو يخدع الأبصار فقط. وهل هم في كفر مثل السابقين؟ نعم، لأنهم يستعينون بالشياطين في تنفيذ أعمالهم وخداع أبصار الناس.
ولكن ماذا لو كان يخدع الساحر الناس بحفة يده دون تسخير الجن؟ إنما تتحدث عنه هو سحر الخداع والتمويه، وهذا النوع لا يتم الاستعانة فيه بالجن والشياطين، ولكن يتم استعمال خفة اليد. إذن هذا النوع لا يعد كفراً ما دام لا يعتمد على تسخير الجن والشياطين. نعم، ولكن يعتبر من كبائر الذنوب لما فيه من تمويه وخداع وإضرار بالآخرين، وتسميته سحراً لإيهام الناس أنه سحر حقيقي. وهنا نتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن هذه السبعة الشرك والسحر، وعقوبته هي التعزير البليغ. إن الأمر خطير جدا يا معلمي. اللهم احفظنا جميعا من كيد السحرة الأشرار. لقد تعرفنا السحر وأنواعه وحكمه، فهو عمل شيطاني لإلحاق الأذى والضرر بالإنسان أو خداعه وتضليله. وتعرفنا أنواع السحر، فهناك سحر التأثير وسحر التخيل وسحر التمويه والحركة. وتعرفنا أيضا حكم الدين في كل نوع من الثلاث، وعقوبة الساحر في الدنيا والآخرة.